السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ وحشتونا والله من المحاضرة اللي فاتت. أتمنى إن الأمور كلها تكون إلى خير، وإن الشباب كله يكون لحق إنه يذاكر المحاضرة اللي فاتت ويكون استفاد منها، وبدأت الأمور تستقر شوية شوية بالنسبة له. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على الليكشر نمبر 2، وهي كمالة الشابتر نمبر 1. طبعا احنا انا هحاول اراجع بسرعة على اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت بالنسبة للبارشال فراكشن، وهبدأ اتكلم على الهاندلنج بتاع البارشال فراكشن بروبلمز. وطبعا الكلام ده اتشرح باستفاضة في المحاضرة اللي فاتت. الخطوات الاساسية اللي احنا بنمشي عليها عشان نقدر نعمل مسألة بتاعت بارشال فراكشن: رقم واحد، بستخدم المين فراكشن ديكومبوزيشن اسامبشنز اللي هو كان السلايد في البارت نمبر 1.5، وانا قلته المرة اللي فاتت وهقوله النهاردة تاني، لان هو وانس ان انت فهمت السلايد ده كويس خلاص الامور كلها بقت سهلة جدا، والجزء بتاع البارشال فراكشن اصبح من اسهل ما يمكن في التعامل معاه. طيب بعد ما عملت الاسامبشنز بيبقى مسؤوليتي ان انا اوجد القيم المختلفه للفاريابلز اللي موجوده في الاسامبشن ده. تابعني. اول اسامبشن موجود معايا، لو انا عندي بروبر فراكشن الديجري بتاعت النومينيتور ليس ذان الديجري بتاعت الدينومينيتور، ولو كان عندي الدينومينيتور متقسم ل 3 براكتس زي ما احنا شايفين، البراكت الاولاني اكس ماينس اي 1 اكس ماينس اي 2 اكس ماينس اي 3 3 ديفرنت براكتس. الاسامبشن بتاعي بيبقى بالشكل ده، عبارة عن constant divided by x minus a1 plus another constant divided by x minus a2 plus a third bracket بيبقى c على x minus a3 أو c على ال value بتاعت ال bracket اللي موجود. طبعا خلي بالك لازم تكون ال brackets دي distinct brackets، الأقواس دي مختلفة عن بعضها. ال A وال B وال C دول constants لسبب، لأن دايما بتشوز الدرجة بتاعت النومينيتر لذان الدرجة بتاعت الدينومينيتر مش أكتر من واحد. لو أنا عندي الكيس اللي بعديها، بص كويس، هلاحظ إن أنا عندي برضو بروبر فراكشن الديجري بتاعت النومينيتر لذان الديجري بتاعت الدينومينيتر. عندي هنا repeated bracket، البراكت ده repeated two times. In such a case ازاي بقدر اوجد الاسامبشن؟ بفرض a على x minus a1 بعدين plus، بحط b على x minus a2 بعدين repeated، يبقى c على x minus a2 الكل سكوير. اذا انت واخد بالك كويس جدا من اللي احنا بنتكلم عليه، يبقى اذا انا عندي a على x minus a1 b على x minus a2 c على x minus a2 الكل باور 2. يبقى اذا ببساطه خالص قدرت ان انا ااكد على الفكره الثانيه اللي انا عايز اكلمك فيها او باكد عليها من المره اللي فاتت، ان النمبر اوف كونستانتس اللي انت بتحطهم بيساوي الديجري بتاعت الدينومينيتور. لو انا بصيت على الدينومينيتور ده هلاقيه اوف ثيرد ديجري، يبقى انا عندي هاو ميني كونستانتس؟ 3 كونستانتس. بص الكيس نمبر 3 it's a generalization for case number 2. أنا عندي هنا f of x divided by x minus a1، نفس البراكت الريبيتد بس المرة دي ريبيتد 3 times، نفس الأسامبشن اللي فات بالظبط بس المرة دي أزود عليها زائد d على x minus a2 power 3. ممكن واحد تكون الكلمة اللي أنا قلت أكدت عليها المرة اللي فاتت لسه مش واضحة. أنا دايما بقول إن درجة النومينيتور لذان درجة الدينومينيتور مش أكتر من واحد. طب ده ما حصلش هنا، بس خلي بالك أنا كررت البراكت، أنا كررت البراكت، يبقى إذا أنا استوعبت إن الديجري بتاعت النومينيتور أقل من الديجري بتاعت الدينومينيتور باتنين. ليه استوعبت دي؟ لأني كررته. لو بس جيت بصيت هنا هتلاقي ان انا كررت البراكت 3 تايمز، اكن بالظبط انا كتبته مره واحده وحطيت الديجري بتاعت الدينومينيتور سكند ديجري. يبقى اذا الافكت بتاع التكرار بيهربني من ان انا ابقى ملتزم ان البسط يبقى درجته اقل من درجه المقام بدرجه واحده. وتاني ده ما بيحصلش بس الا في حاله الريبيتد براكتس. لو بصيت على الاسامبشن اللي بعديه، انا عندي اكس سكوير يعني براكت سكند ديجري وبراكت
فيرست ديجري، لو بحط الاسامبشن بتاعي انا هنا دوت، لو انا مش عرفت اعمل له اناليسز او مش عايز اعمل له فاكتورايزنج مش نافع، ديفرنس بتوين تو سكويرز يعني، على طول اروح فارض النومينيتور انه برتبط بالرول الاولانيه انه لازم تكون مش اكتر من واحد اقل منها، فبالتالي ده سكند ديجري، اضطريت ان انا احط جنرال فورم فيرست ديجري اللي هي اي اكس بلس بي. طبعا التانية سي على اكس ماينس اي 2 عادي تمام. لو بصيت على الشكل اللي بعده اللي هو اف اوف اكس مقسوم على اكس سكوير ماينس اي 1 الكل سكوير في اكس ماينس اي 2، برضو هنا عندي ريبيتد روت ريبيتد براكت، بس خلي بالك ده براكت من الدرجة التانية، فبالتالي ده درجة رقم 4، ما هو دي اكس سكوير وباور 2. لذلك انا رحت عامل ايه، فرضت النومينيتور اي اكس بلس بي وكررته تاني سي اكس بلس دي علشان اخد الافكت بتاع عمليه التكرار. بعدين البراكت اللي لوحده فيرست ديجري ده انه لوحده خالص اي على اكس ماينس اي 2. تعالى معايا نحل بعض مسائل وان شاء الله مجرد ما نخلصه ما تلاقي الجزء ده بقى تمام جدا معاك. تعالى معايا كده. طبعا قبل ما اخش في دول انا باكد ان لازم عدد الثوابت بيساوي درجه المقام، درجه البسط لا تقل عن درجه مقام الا بواحد، الشرط ده ممكن يبقى violated في حاله ان انا عندي bracket repeated، عندي في المقام قوس مكرر، قوس مرفوع لباور، ممكن الكيس ده بينكسر. رقم 4 لابد من متابعه ومراجعه التحليل لان انا هيبقى شغلي كله مع ده. برضو تابع الامثله اللي هتظهر دلوقتي. ادي مجموعة الامثلة اللي انا ذكرتها لك المرة اللي فاتت، احنا حلينا problem number 1، problem number 2 اتكلمنا عليها، انا هعيدها تاني النهاردة عشان اكد على فكرتها، بعدين هنحل مجموعة المسائل اللي فاضلة. تعال معايا كده، اهو انا عندي x square divided by x square minus 4 times x plus 1، وده بروبر فراكشن. ليه بروبر فراكشن؟ لان النومينيتور second degree والدينومينيتور بتاعه third degree. طيب ازاي هقدر اشتغل في ده؟ الامر بسيط جدا، على طول هعمل فاكتورايزنج للديفرنس بتوين تو سكويرز اللي موجود في البراكت الاولاني اللي هو اكس سكوير ماينس 4، يبقى اذا ده هروح قلب له اكس بلس 2 واكس ماينس 2، وعندي الاكس بلس 1. على طول الحركه اللي بعديها هبدا احط الاسامبشن بتاعي، كونستانت على اكس بلس 1 زائد كونستانت على اكس ماينس 2 زائد كونستانت على اكس بلس 2، روعه نفس الكلام. الخطوة اللي بعديها هحاول أوجد common denominator بالنسبة لهم، أو ببساطة خالص ممكن أعملها، بصوا اللي مش موجود في الdenominator ده وموجود في الأصل أحطه فوق، يعني ببساطة بصوا كده يا شباب، x زائد 1 already exist هنا، مين اللي missing؟ x minus 2 x plus 2 حطيتهم جنب الـ a. هعيدها تاني أهو، b على x minus 2، انا عندي x minus 2، مين اللي missing؟ x plus 1 و x plus 2 يتحطوا جنب البي. او بص على الايكويشن اللي انا بشاور عليها دلوقتي اللي عليها الليزر بوينتر ده، برضو لو بصيت على c على x plus 2 مين اللي missing؟ x minus 2 x plus 1 اهم بقوا بالشكل ده. دي اصبحت الايكويشن المين اللي انا هستخدمها في الحصول على الفيريوس كونستانتس الميسنج عندي اللي هما الاي والبي والسي. عشان اقدر اطلعهم بسهوله خالص هفرض 3 فروض، انا عندي 3 unknowns يبقى انا محتاج 3 assumptions. هحط الassumption الاولاني احسن شيء، لو انا عندي الdenominator هو عباره عن مجموعه من الفاكتورز كلهم مختلفين عن بعض، brackets مختلفه عن بعضها، ده x plus 1 ده x minus 2 ده x plus 2، يبقى get the zeros of the denominator. الزيرو بتاع الدينومينيتور الاولاني minus 2، الزيرو بتاع الدينومينيتور التاني ب 2، الزيرو بتاع الدينومينيتور التالت ب minus 1. ابدا بقى استخدم ال 3 assumptions دول. هخش اهو let x بيساوي 2، لما احط x بيساوي 2 في الايكويشن اللي عندي ده اهي وابدا اعمل substitution هيبقى 2 power 2 ب 4. بعدين replace every x ب 2، يبقى دي 2 minus 2 ده 2 plus 2 ده 2 plus 2 ده 2 plus 1 2 plus 1 2 minus 2. اهو اي براكت فيه 2 minus 2 هتبقى بزيرو، يبقى اذا الترم الثيرد ترم ده الفاليو بتاعته بزيرو خلاص يبقى اوميتد، والفيرست ترم ده البراكت ده بيساوي زيرو يبقى اولسو اوميتد، لكن الانترميديت ترم ده لا مفيش فيه البراكت اللي هو فيه اكس ماينس 2 يبقى اذا هيطلع له فاليو، يبقى ده 2 بلس 2 تايمز 3 تايمز بي. اهو
يبقى إذا أنا أصبح عندي 4 times 3 اللي هو ب12b، وده بيساوي 4. get the value of b divide both sides on 12. يبقى أنا عرفت إن ال b بيساوي 1 over 3 or 1 third. exactly the same. هناخد الروت بتاع البراكت اللي بعده اللي هو x بيساوي minus 2 أو x بيساوي minus 1. تابعني؟ أهو عندي نفس الإكويشن، هحط x بيساوي minus 2. لما أجي أعمل substitution ب x بيساوي minus 2 هلاقي الـ first term ده بقى بزيرو لأن في x plus 2، والثيرد والسكند ترم ده كمان بقى بزيرو لأن في x plus 2، بس الثيرد 1 it's not equal to 0. دي هتبقى minus 1 وده هيبقى minus 2 minus 2 minus 4، يعني ده أكنه 5c. أهو أنا عملت substitution زي ما أنا قلت لك، ده omitted، الـ first term omitted، فضل الـ third term only. الـ third term هيبقى 4 بي equal 4c، يبقى إذن can easily divide both sides on 4 which will lead to إن c equal to 1. يبقى أنا كده gained إن ال b equal 1 over 3 في السلايد اللي فات. النهاردة عارف إن c بيساوي 1. We can grab a third constant exactly same way like. أنا كده استخدمت 2 minus 2 يبقى الميسنج عندي minus 1. هقول let x بتساوي minus 1 في the same equation اللي موجودة عندي. أهو هروح أريبليس الـ x دي بـ minus 1 وريبليس this x value بـ minus 1 exactly the same. هتلاحظ على طول إن الـ second term و third term both of them are zeros so will be omitted. Just only remaining the first term يبقى a times minus 1 و minus 2 وده minus 1 plus, plus positive 2. يعني إذن 1 equal minus 3a. Grab the value of a which is gonna be 1 divided by 3 يبقى minus 1 divided by 3. عرفت ال A value وال B value وال C value، يبقى أقدر ببساطة خالص أكتب ال partial fraction بتوعي بقى شكلهم عامل إزاي. Instead of having x squared divided by x plus 2 x minus 2 x plus 1 أصبح عندي 3 fractions اللي احنا شايفينهم قدامنا دول من أروع ما يمكن. minus 1 على 3 times x plus 1، 1 على 3 x minus 2، 1 على x plus 2. يبقى إذن قدرت إن أنا بدل ما كان عندي very complicated fraction قدرت إن أنا to decompose it to 3 simpler fractions. برضو نفس الأسلوب بالظبط، تعال نحل المسألة اللي بعدها. مجرد training وأفكار أكتر على أساس إن أنت يبقى عندك خلفية أكتر. تعال معايا كده، أهو ده البراكت اللي موجود او الفراكشن اللي موجود. بص 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 لما تبص له كده حاجه it's really very complicated. النومينيتور it's a quadratic equation x square minus 10x. النومينيتور في جزء منه linear والجزء الثاني quadratic multiplied in each other. طبعا يلاحظ ان دي بروبر فراكشن، طالما هو بروبر فراكشن ينفع على طول ان انا اشتغل معاه. اهو يبقى برغم ان هو كمان proper fraction لكن انا لاحظت ان x square minus 5x plus 6 it can be factorized so why not we already did factorizing that. يبقى اذا دي اصبحت x minus 1 x minus 2 x minus 3. على طول اقدر افكهم، يبقى ده constant على x minus 1 plus p على x minus 2 plus c على x minus 3. الستيب اللي بعديها try to get a common denominator for both sides او multiply both sides في البراكت الكبير اللي هو x minus 1 x minus 2 x minus 3 which will lead to الشكل اللي احنا شايفينه ده هو. ويبقى الزيروز اللي موجودين عندي يا 2 يا اما 3 يا اما 1. دي الزيروز بتاعت الدينومينيتور في الفيرست في المين فراكشن، هم دول الاسامبشنز اللي انا هقدر استخدمهم عشان اقدر اوجد الحل بتاعي ببساطه خالص. بكل سهوله هستخدم الفيرست اسامبشن put x او let x بيساوي 1. أول ما حط x بيساوي 1 هلاقي second term و third term both of them are omitted لأن ده بيساوي 0 ده بيساوي 0، لكن ال first term مش هيبقى بيساوي 0 لأن ده 1 و minus 2 هيبقى minus 1، 1 و minus 3 بقى minus 2، minus 2 times minus 1 بيساوي 2 times a، والكلام ده بيساوي ابدأ اعمل substitution بتاعك هتلاقي ده ب 1 و minus 10 و 13 يعني بيساوي difference ب 4. خلاص it's done. الستيب اللي بعديها على طول اهي 4 بيساوي 2a، يعني اذا ببساطه اقدر to divide both sides on 2 which will lead to ان ال a بيساوي 4 divided by 2 يعني a بيساوي 2. more than perfect، عرفت ان الفيرست كونستانت ال a بيساوي 2 exactly the same.
once more هاخد الريميننج زيروز بتوع الدنومينيتور. انا استهلكت اكس بتساوي 1، هنا اكس ماينس 2 امتى تساوي 0؟ لما اكس ب 2. يبقى اذا السكند اسامبشن هيبقى اكس بيساوي 2. اول ما استخدمه على المين ايكويشن بتاعتي هلاحظ ان الفيرست تيرم بيساوي 0، الثيرد تيرم بيساوي 0، بس السكند تيرم دازنت ايكوال تو 0. يبقى هو ده اللي هيديني الفاليو اللي انا بدور عليها. بالفعل لما عملت سبستيتيوشن طلع دول بماينس بماينس 1 تايمز بي، ولما عملت شلت كل اكس ريبليسد ات باي 2 طلع بماينس 3، يعني اذا البي بيساوي 3. برضو سيم واي لايك هعوض هقول ليت اكس بيساوي 3 which is the zero of the third bracket when substitute in the same equation once more. يبقى اذا على طول هيديني ان ماينس 8 بيساوي 2c which will lead to ان c بيساوي ماينس 4. تاني للي مش واخد باله، انا جبت منين x بيساوي 3؟ جبتها من البراكتس الاساسيه، لان طالما انا عندي 3 constants يبقى انا محتاج 3 assumptions. قلت اجمل assumptions اقدر استخدمهم هما الزيروز بتوع الدينومينيتور، هنا x ب 1 x ب 2 و x ب 3. يبقى هبدا اعمل substitution على طول بتاعي الاكس بيساوي 3 في اللي هي الايكويشن اللي انا خدتها عن طريق equating الاسامبشن بالمين فراكشن اللي موجود عندي. لما اعوض ب 3 هشيل ريبليس افري اكس ب 3، يبقى ده ب 9 وده ب ماينس 30 وده ب 13، هيدي لك ماينس 8. اما احط 3 هنا البراكت ده هيخلي الفاليو دي ب 0، لما احط 3 هنا البراكت ده هيخلي الفاليو دي ب 0، لكن لما احط 3 هنا مش هيساوي 0. عرفت الفاليو اللي قدام السي which is 2، اقدر على طول to grab the value of c هتساوي minus 8 divided by 2 هيساوي minus 4. روعة، انا عرفت ال a وال b وال c. يبقى اقدر اكتب على طول بدل الفراكشن الشكله صعب ده، حصلت على البارشال فراكشنز اللي انا شايفهم اللي هما 2 على x minus 1، 3 على x minus 2، 4 او minus 4 على x minus 3. more than perfect يعني. الستيب اللي بعديها او المسألة اللي بعدها، اهو انا دلوقتي عندي 3x plus 2 divided by x cube plus 2x square plus x. stop، فكر يا ترى ده بروبر فراكشن؟ او ايه؟ اه طبعا بروبر فراكشن. انا شايف ان الديجري بتاعت النومينيتور فيرست ديجري، في حين ان الديجري بتاعت الدينومينيتور ثيرد ديجري. انا شايف كمان ان هنا في x cube و x square و x. we can grab x as a common factor. خد ال x common factor، يبقى اصبح 3x plus 2 divided by x و x plus 1 to the power of 2. ازاي احط الاسامبشن بتاعي؟ هروح حاطط constant على divided by x، بس البراكت ده repeated 2 times، يبقى انا هحتاج الكيس نمبر 2 او الكيس نمبر 3. يبقى رحت قايل b على x plus 1 to the power of 2 plus c على x plus 1. الستيب اللي بعديها get a common denominator for both sides، او multiply الاسامبشن ده بالdenominator اللي موجود قدامك، او اللي مش موجود في الدينومينيتور حطه فوق. انا عندي هنا x missing ايه عن الكومن دينومينيتور x plus 1 to the power of 2، يبقى هكتبها جنب ال a. هنا same way like مين اللي missing؟ قارن الدينومينيتور ده بالدينومينيتور ده، يبقى ال x value تتحط جنب ال b. هنا x plus 1، بس هنا x plus 1 to the power of 2 x، يبقى حط جنب ال c x of x plus 1. اهو لما عملت كده اصبحت دي الايكويشن بتاعتي. هو انا عندي كام unknown؟ 3 unknowns. استنى انت متاكد انهم 3؟ او يا دول 3 unknowns، وانا زي ما انت شايف هنا ان عندي دي سكند ديجري وملتبلايد باكس يعني ثيرد. فعلا النمبر اوف كونستانتس بيساوي الديجري بتاعت المين دينومينيتور. احنا كده لغايه دلوقتي ممتاز. عشان اقدر اطلع الاي والبي والسي يبقى انا هحتاج 3 assumptions. طبعا انا شايف ان في هنا x plus 1، يبقى first one of them هيبقى x minus 1. شايف ان في x بس، يبقى second assumption هستخدم x بيساوي 0، بس ما عنديش zeros تاني، ما عنديش zeros تاني، خلاص استخدم اي حاجة، حط x اي حاجة، بس ابدأ الاول بالzeros بتاعت الدينومينيتر عشان اطلع values بتاعت الكونستانتس بتاعتي اسرع ما يمكن. هبدأ اهو اول واحد x بتساوي 0، لما احط x بتساوي 0 دي معناها 3 times 0 ب 0 plus 2 يعني remaining 2. اما احط x ب 0 الفاليو بتاعت السكند تيرم will be
اوميتد، والترم التالت هيبقى محذوف، يفضل بس الترم الاولاني 0 بلس 1 ب1 سكوير ب1 في a، يعني اذا ال a بتساوي 2. انا عرفت الفيرست فاليو، يعني ال a دي بتساوي 2. ازاي اجيب ال b؟ هحط x بتساوي ماينس 1، اها حطيت x بتساوي ماينس 1. لما اجي اعوض دي هتبقى ماينس 3 بلس 2 يعني بماينس 1. اما اجي احط ماينس 1 البراكت ده هيساوي 0، البراكت ده يساوي 0 بس البراكت ده مش بزيرو، يبقى ماينس بي بيساوي ماينس 1 اهو. ملتبلاي بوث سايدز بماينس 1 يبقى البي بتساوي 1. يبقى انا عرفت الفاليو اوف اي وعرفت الفاليو اوف بي، ميسنج مين؟ الفاليو اوف سي. طب اطلعها ازاي؟ الامر سهل خالص، هفرض اي شيء. طالما هفرض اي شيء انا استخدمت الزيرو والماينس 1 يبقى خد الاكس بتساوي 1. لما استخدم x بتساوي 1 دي هتعمل لي ميزة كبيرة قوي يا شباب، لان ال x اللي بتساوي 1 خلي بالك اولا رقم سهل التعويض بيه، ثانيا انا عرفت ال a وعرفت ال b يبقى اذا هعرف احلها. شوفوا كده، هروح اعوض اهو، هبدأ replace every x by 1، يبقى 3 times 1 ب 3 plus 2 يديني 5، هحط هنا 1 يبقى 1 plus 1 بقى ب 2 بسكوير بقى 4. طبعا ال a انا عارفها ب 2، ال b انا عرفت الفاليو بتاعتها ب 1 وبشيل الاكس وبحط 1 بقت 1 تايمز 1. ميسنج اونلي c، عرفت السي بيساوي ماينس 2، يبقى اذا الفراكشن بتاعي طلع ولا اروع، اهو 2 ديفايدد باي x، 1 ديفايدد باي x بلس 1 تو ذا باور اوف 2، وهنا ماينس 2 ديفايدد باي x بلس 1. بيوتفولي سيت، مسألة سهلة جدا، مفترض انها ما تضيعش من حد. خلي بالك المسائل السهلة في الفاينل اكزام قليلة، فالمفترض ان مسألة البارشال فراكشن مش المفروض انها تضيع منك ابدا. خليكم معايا بقى، انا دخلت على problem number 5. problem number 5 هي عبارة برضو عن fraction، بصروا كويس، هلاحظ ان الفراكشن اللي موجود قدامي ده هو برضو proper fraction، لان الديجري بتاعت النومينيتر less than الديجري بتاعت الدنومينيتر. انا طبعا بحتار امثلة تبقى سهلة في التعامل معاها بالنسبة لك. طبعا الديجري بتاعت الدينومينيتر هنا ثيرد ديجري، والديجري بتاعت النومينيتر في الحاله دي هي سكند ديجري. الستيب اللي بعديها على طول ابدا حط الاسامبشنز بتاعتنا، ادي اكس سكوير على اكس ماينس 1 في اكس سكوير بلس 4، البراكت دوت فيرست ديجري يبقى هيبقى دوت كونستانت، البراكت ده سكند ديجري يبقى اذا هضطر احط النومينيتر فيرست ديجري اللي هو بي اكس زائد سي. الستيب اللي بعديها هحاول اوجد الكومن دينومينيتور بتاعنا، يبقى انا هضرب البوث سايدز في اكس ماينس 1 واكس سكوير بلس 4 بوث اوف ذم، يبقى الستيب اللي بعديها على طول اصبح عندي اكس سكوير، الكلام ده بيساوي a في اكس سكوير بلس 4 بلس بي اكس زائد سي في اكس ماينس 1. برضو كمان مره جبت ده ازاي عشان الناس اللي مش واخده بالها، بعد ما عملت المين اسامبشن اللي مش موجود في الفيرست دينومينيتور وموجود في المين دينومينيتور احطه جنب الاي، يبقى هنا اكس ماينس 1 مين اللي ميسنج؟ اكس سكوير بلس 4 يتحط جنب الاي. هنا اكس سكوير بلس 4 مين اللي ميسنج في الدينومينيتور ده؟ اكس ماينس 1 يتحط فوق. طبعا هي بالظبط لو انا عملت كومن دينومينيتور بعدين شلت الدينومينيتورز من البوث سايدز، لان طبعا احنا عارفين لو الدينومينيتور بتاع الليفت هاند سايد بيساوي الدينومينيتور بتاع الرايت هاند سايد اقدر تؤمد ذم توجذر او احذفهم مع بعض. اصبحت دي الايكويشن بتاعتي، هاو ميني اسامبشن هاو ميني انونز موجودين؟ A و B و C، يبقى وي ويل نيد 3 assumptions. ابدا اختارهم، اول حاجة انا شايف x minus 1 يبقى لازم استخدم على طول الزيرو اللي هنا اللي هو اول حاجة هستخدمها x بتساوي 1. بعدين انا شايف ان في b times x يبقى التاني لازم استخدم زيرو، ما عنديش زيروز تانية لان x سكوير بلس 4 ما فيش زيرو ليها، استخدم اي نمبر بقى اللي انت ما استخدمتوش. انا بيتهيالي هستخدم minus 1 اهو، او 2 او 3 اي حاجة اهو. هحط اول حاجه بواحد، لما احط واحد الفيرست ترم ده هيروح، الثيرد ام سوري السكند ترم ده على بعضه هيروح بزيرو. ليه؟ لان دي هتبقى بزيرو. هنا هيبقى 1 بلس 4 بقى 5، يبقى دي بقت 5 a بيساوي 1 اهي، يبقى اذا 1 بيساوي 5 a يعني ال a بتساوي 1 اوفر 5. الستيب اللي بعديه احط x بزيرو ان بوث سايدز، يبقى ده بزيرو.
هنا دي اصبحت 0 تايمز 4 تايمز ال a يعني 4 اوفر 5. لما احط 0 ال b مشيت، فاضل بس ميسنج ال c اقدر اجيبها. اهو طلعت ال c بتساوي 4 اوفر 5، فاضل لي واحد. افرض اي حاجه، انا طالما استخدمت الواحد والصفر why not using minus 1؟ ابدأ substitute بماينس 1، يبقى ده ماينس 1 سكوير هيبقى بواحد، هنا ماينس 1 سكوير ب 1 بلس 4 هيبقى ب 5، 5 هضربها في الـ A اللي هي 4 over 5 يقوم يديني 4. same way like هبدأ أشيل الـ B وأحط ماينس 1 يبقى ده ماينس B، الـ C عندي ب 4 over 5 هشيل الـ X و replace it بماينس 1. على طول الحركة اللي بعديها هقدر أوجد المعادلة دي وأوجد الـ value of B هتطلع لك ب 4 over 5. عرفت الـ A والـ B والـ C، يبقى إذن exactly the same like before. عرفت أحول الـ fraction بتاعي إلى simplest form زي ما أنتوا شايفين. طبعا زي ما أنا قلت برضو المرة اللي فاتت، أحيانا أنا بحتاج ده، الشكل اللي قدامي ده أنت ما تقدرش تعمل له integration، لكن لو أنا كسرته بالشكل ده أصبح في إمكانية إن أنا أعمل له integration down the road on the next semester، وده هيبقى في spring semester، وأنت هتشوف ده هتلاقيك محتاج إن أنت تعمل ده في integration. تابعني آخر مثال. طبعا لو جيت أبص على ده هلاحظ ان انا عندي x cube minus 5x، بس الدنومينيتر بتاعهم x square و times bracket في x. الله، انا عندي مشكلة، ده مش بروبر، ده improper fraction. ليه؟ لان الديجري بتاعت النومينيتر بتساوي الديجري بتاعت الدنومينيتر او اكبر منها. طالما ده حصل مش هعرف اتصرف، وما نعمل ايه يا شباب؟ لازم اعمل long division عشان اخلي ده بروبر فراكشن، درجة النومينيتر لذن درجة الدنومينيتر. طبعا احنا في الشابتر نمبر 4 ام سوري شابتر نمبر 3 هنتكلم باستفاضة على الجزء اللي هو خاص بال بي الديفيجن واللونج ديفيجن، وهناخد ساينثيتك ديفيجن، هيبقى اتس ريلي فيري انترستينج، هنسيب الوقت لما نوصله. بص كده اهو هبدأ استخدم اللونج ديفيجن، انا كتبت النومينيتر هنا والدنومينيتر في اليم اللي قدامها، هرتبهم من الاكس الباور الكبير فالاصغر، وسيم وي لايك بالنسبة للنومينيتر، هقول اكس كيوب ديفايدد باي اكس كيوب يبقى ده هيديني 1، بعدين هاخد ال1 ده اضربه في الفاليو دي اهي، واعكس الاشارة، بعدين اوجد الفاليو، جمعهم على بعض طبعا بالظبط زي النمبرز. لما جمعهم على بعض x كيوب ماينس x كيوب مشيت، عندي ماينس x سكوير، عندي ماينس 5x وماينس x يبقى ماينس 6x، لو انا خدت الماينس كومن يبقى فاضل 6x، عندي الواحد هينزل زي ما هو زي ما احنا شايفين. لما اجي اعمل ده على ده ال x سكوير less than x كيوب يبقى مش هينفع، كفاية كده. يبقى اذا لما عملت الديفيجن، بدل ما انا عندي ال improper fraction ده هو عبارة عن 1 minus ال x سكوير remainder يعني مقسوم على البراكت اللي حضرتك شايفه اللي هو x plus 1 و x سكوير plus 1. مين البارشال فراك، مين الفراكشن اللي انا عايز اعمله ديكومبوزيشن؟ ده الفراكشن اللي انا عايز اعمله ديكومبوزيشن، اكس سكوير بلس 6x بلس 1 ديفايدد باي اكس على اكس بلس 1 اهي. فرضت الاسامبشنز بتاعتي بالظبط زي اكزامبل نمبر 5، هنا ايه على اكس بلس 1، بعدين اضطريت ان انا اعمل بي اكس بلس سي لان ده سكند ديجري ومش عارف اهرب منه، لا هو ريبيتد روت ريبيتد براكت فانا هقدر اخليه كونستانتس اوف فيرست ديجري، ولا عارف اعمله فاكتورايزنج فاقدر برضو انزل، خلاص برضو equating both terms together و grabbing the value، هضرب both sides في ال common denominator x plus 1 في x square plus 1. الستيب اللي بعديها ادي الايكويشن اللي انا هشتغل عليها، فين الاسامبشنز؟ بيتهيألي انا ممكن استخدم x بيساوي minus 1 عشان البراكت ده، واستخدم x بزيرو علشان في هنا عندي b و x، وبعدين استخدم اي value of x تانية 1 2 وتفر. تابعني اهو زي ما انا قلت لك بالظبط، ادي الايكويشن بتاعتنا، فيرست اسامبشن احط ماينس 1 يبقى السكند بارت ده كله اوميتد او اتحذف، هنا ماينس 1 سكوير بقى بواحد، هبدا احط ماينس 1، لو انا عملت كده هيطلع الفاليو دي بماينس 4 ودي هيبقى 1 بلس 1 ب 2 تايمز a ب 2 a يبقى الاي بتساوي ماينس 2. الستيب اللي بعديها خد على طول اكس بيساوي 0، احط هنا اكس بتساوي 0 يبقى 0 في v راحت، فاضل السي بس في 1 ده بسي،
احط اكس بزيرو يبقى ده 1 في ايه، يعني 1 في ماينس 2، واحط دول ده هيديني 1. ادي الشكل العام بتاعي 1 بيساوي a بلس c، ال a هحطها بماينس 2 تروح اليمة التانية، يبقى c بيساوي 3. الحركة اللي بعديها استخدم x بتساوي 1، يبقى هنا دي اصبحت 1 ودي 6 تايمز 1 ب 6 بلس 1، يعني دي اصبحت كلها على بعضها بتساوي 8. وهعمل السبستيتيوشن بتاعي اليمة دي، يبقى ده معناها ان ال b بيساوي 3. روعة. مجرد ما انا عرفت الاي والبي والسي اصبح الفراكشن بتاعي موجود. بس مش تنسى ان انا بتكلم على الامبروبر فراكشن ده، يعني اذا هو عبارة عن 1 ماينس الجزء بتاع البروبر فراكشن اللي انا عملت له اناليسز. ما تنساش ان الماينس في الماينس بيقلب بوزيتيف، وماينس في بوزيتيف بيقلب ماينس، ويبقى ده الشكل بتاعي. كده الشابتر الاولاني خلص. وخلي بالك مجرد ان الشابتر ده خلص هيبقى ريليتد له لازم في assignment حضرتك هتسلمه، واللي هو الفيرست assignment بتاعنا. تابعني. ده الاكسرسايز اللي موجود في الريفرنس بوك معاك. رجاء نحل المسائل دي لانها تدي لك امكانية على التريننج. مش شرط انك تحلهم كلهم مرة واحدة، ممكن كل ما تيجي تذاكر وانت بتذاكر مرة تحل. معنا لما هذاكر انا دلوقتي بخدش على الفيرست شابتر، فحل مثلا يعني A و B، وحل مثلا B من question number 2 مثلا. لما هاخد chapter number 2 وعايز اذاكر لازم اراجع على chapter number 1 علشان ما انساهوش. معايا يا شباب؟ طبعا عندك الريبورت كود، تقدر تحط الكود بتاعك هنا وتكتب اسمك لو انطلب منك ان انت تسلمه في الشيت في السكشنز. يعني تابعني. عندك problem number 3 اهي، وعندك problem number 4، علشان برضو زي ما انت شايف هنا ده improper fraction، ده improper fraction ازاي ممكن اعمله simplifying، ده improper fraction شوف انت ازاي تستخدمه، فكر فيه. طبعا رجعنا تاني، ده الشيت بتاعنا، لازم تكتب اسمك، الكود، الفصل، رقم المقعد. اذا كانوا دول مش موجودين يكتفي بكود الطالب فقط، عشان برضو في لسه طلبة بتحضر معانا ما عرفتش الكلاس نمبر بتاعها ولا البنش نمبر. برضو بأكد تاني، لابد من التأكد من الكود وحفظه جيدا لانك هتحتاجه، لازم هتكتبه هنا وانت بتسلم الشيت، وانا هكلمك ازاي بتسلم الشيت علشان نقدر نحنا نبص عليه ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، وانا هكلمك فيه دلوقتي. ام سوري. طبعا ده الشكل بتاع الشيت بتاعك، هتكتب اسم الطالب وتكتب رقم الجلوس بتاعك اذا كان لسه ما نزلش لغاية دلوقتي، فهتحط الكود بتاعك هنا. بعدين لاحظ عندك السؤال الاولاني اهو، وعندك السؤال التاني. السؤال الاولاني ابدأ شوف لو انت حليت دي انو الاي ولا البي ولا السي ولا الدي والصح، علم عليها. السؤال التاني نفس الكلام، لو في سؤال كمان موجود عندك على البارشال فراكشنز حله. بعدين ما تنساش هتلاقي بعد المجموعة بتاعت الام سي كيوز عندك ثلاث مسائل تانيين هتحلهم. لو السبيس اللي موجود عندك في الشيت مش كفاية، زود ورقة ودبسها في الورقة دي محلول فيها المسائل دي. الحاجات دي لازم تتجهز وتبقى انت حضرتك مستعد، اول ما اقولك سلمه في اليوم الفلاني تروح تسلمه. تابعني. طيب انا سمعت برضو اسئله ناس سالتني في اول الاسبوع ده وفي اخر الاسبوع اللي فات، ازاي اقدر احصل على الكتاب بتاعي والنوت بوك. الامر بسيط جدا، حضرتك بتطلع الدور الرابع في مبنى علوم اساسيه، بتسال الاستاذ سيد، بتحجز وبتستلم الكتاب بتاعك وتاخد الكود في الكراسه، بتكتب اسمك وبيبقى الكود موجود جنبك، رقمك في الكشف، بتروح مصوره بالموبايل وتخليه معاك. وتاني انا باكد ان الكود ده مهم جدا، ما تضيعوش من فضلك. طيب هسلم الشيت فين؟ ميعاد تسليم الشيت هيبقى 30 السبت، هيبدأ من يوم السبت 30/10 وهيستمر طوال الأسبوع ده، غالبا السبت والحد لازم تكون مسلم الشيت بتاعك، أنا أفضل كده. وحسام اللي هو موجود عندنا في قسم الرياضة في الدور الخامس قسم علوم أساسية هيقول لك هتستلم مني إزاي، هيقول لك تعالى يوم الاثنين، تعالى يوم الثلاث، تعالى الأول الأسبوع اللي جاي عشان تستلم الشيت بتاعك بعد ما يتم عملية رصده والأمور تمشي معك بتمام. عندك هنا برضو مجموعة من المسائل أكتر للتدريب على البارشال فراك، أرجوك حاول تاخد لهم صورة وحاول أن أنت تحلهم، دول مش مطلوب تسلمهم بس ليك أنت علشان يبقى حققت أكبر استفادة ممكنة.
أنا متشكر جدا جدا، وأتمنى إن شاء الله بإذن الله إنك تكون قدرت تتابعني كويس وحصلت مجموعة المعلومات اللي أنا عايز أديها لك المحاضرة دي. وبعون الله إن شاء الله من غير مقاطعة المحاضرة اللي جاية هنبدأ نتكلم على الفصل نمبر 2، وأرجوك الناس كلها تحاول تحصل على اتزانها بسرعة وتستعيد وتبدأ تاخد يعني الروح، لأنك هتغمض عينك تفتح تلاقينا بنقول لك تعالى هنمتحن ميد تيرم، وهيبقى الموضوع يعني بيبقى الموضوع سريع يعني. فأرجو من الناس كلها إنها تركز جدا. تحياتي ليكوا كلكوا، أي استفسار أو أي شيء تقدر تسيبه في الكومنتس بلو الفيديو بتاعك بتاع الجبرة اللي هيترفع على اليوتيوب، أو تحاول تتواصل معايا أو حد من معيدينك. متشكر جدا وبالتوفيق إن شاء الله.